السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في درس جديد من دروس ماده البيولوجي للصف الثاني الثانوي لغات. النهارده هنحل الاسئله على درس السنسيشن ان مان، وتحديدا اول جزء كان النيرفس تيشو ستراكشر. وهنبتدي بالسؤال الاولاني. كويستشن نمبر 1 بيقول لك which of the following is considered the functional unit of the nervous system؟ من دون ما ندور، هي النيرف سيل هي الفانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. طيب كويستشن نمبر 2 بيقول لك the speed of the nerve impulse transmission decrease through the opposite nerve cell when the structure number A is absent. احنا عارفين ان اللي بيزود سرعة النيرف امبلس في النيرف سيل هي الميلين لير، والنون ميلينيتد نيرف بتكون في النيرف امبلس ابطأ. اوكي، يبقى هنا لو جزء A اللي مش موجود هتبقى السرعة بتاعت النيرف امبلس اقل. يبقى هندور هنا، هل هو الدندرايتس رقم واحد، ولا هل هو الميلين لير، ولا هل هو الاكسون؟ برافو عليك، المايلين لاير، يبقى الاجابه رقم 2. وعرفنا ان المايلين لاير اكت از انسيوليتر، وبالتالي بيوجه النيرف امبلس لانها تتنقل من الرامبيرز نودز وبعضها، فبتكون بشكل اسرع لانها بتاخد مسار اقل. طيب كويستشن نمبر 3 بيقول لك which of the following statements is correct. The nerve cell is surrounded by one Schwann cell، يعني شوان سيل واحدة واخدها من اولها لاخرها، لا ده بتبقى متقطعة وعندنا رامبير نود، احنا لسه قايلينها، يبقى دي غلط. The Schwann cell is surrounded by one nerve cell، لا العكس. The Schwann cell is surrounded by more than one nerve cell، لا ده النيرف سيل اللي بتتحوط بشوان سيل مش العكس. The nerve cell is surrounded by more than one Schwann cell، مظبوط. ادى النيرف سيل وعندنا مور ذان شوان سيل، ادى شوان سيل وادى شوان سيل وادى شوان سيل، يبقى اذا انها مش سيل واحده واخده الاكسون من اوله لاخره، لا ده هي اكتر من سيل. تمام، يبقى هنا الاجابه ذا نيرف سيل از سراوندد باي مور ذان وان شوان سيل. كويستشن نمبر 4 بلاك ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنتس ذا بارت اوف ذا نيرف سيل ويتش ترانسميت ذا نيرف امبلس اواي فروم ذا سيل بودي. احنا عارفين النيرف امبلس بتخش النيرف سيل من طريق ايه؟ الدندرايتس، ثم النيرف سيل بادي، ثم الاكسون، ثم التيرمينال اربولايزيشن اللي بعد كده بتودي النيرف امبلس اواي ثرو سينابس. يبقى هنا التيرمينال اربولايزيشن اللي بيخرج منها النيرف امبلس. طيب كويستشن نمبر 5 which of the following their presence is associated with receiving the nerve impulse in the nerve cell. مين اللي بيستقبل النيرف امبلس؟ الجزء اللي فوق اللي لازق في النيرف سيل بادي الدندرايتس. يبقى هنا the cell body and the dendrites. واحد هيقول لي هي الدندرايتس بس اللي بتستقبل، اقول له لا، most of nerve impulse بيستقبلها الدندرايتس لانها لا higher surface area، والجزء الاقل بيستقبله السيل بادي بشكل مباشر. يبقى هنا اللي بيستقبل النيرف امبلس هو ايه؟ السيل بادي اند الدندرايتس. كويستشن نمبر 6 لك what are the cells that transmit the nerve impulse from the peripheral nervous system to the central nervous system؟ ها، ايه اللي بينقل من البريفرال للسنترال؟ البريفرال نيرفس سيستم ده اللي فيه السنسور اورجان، صح؟ حلو. النيرف امبلس بيروح منها للسنترال نيرفس سيستم عن طريق ايه؟ ايه اللي كان بينقل النيرف امبلس من البريفرال نيرفس سيستم للسنترال نيرفس سيستم؟ برافو عليكم، السنسور نيورونز. لكن الموتور نيورونز العكس، بتنقل من السنترال نيرفس سيستم لايه؟ للافكتور اورجانز اللي هي الماسلز او الجلاندز. كويستشن نمبر 7 السنسوري نيرف سيلز كان لينك ايه؟ ذا برين ويز ماسل، ولا ذا سنس اورجانز ويز ماسل، ولا ذا سنس اورجانز ويز انذر سنس اورجان، ولا ذا سنس اورجان ويز ذا برين؟ انا عارف ان السنس نيرف كان بتنقل ايه النيرف امبلس من السنس اورجانز للسنترال نيرفس سيستم. مفيش هنا سنترال نيرفس سيستم، اقول له يا حبيبي احنا قلنا السنترال نيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد، يعني هي دي الاجابه الصح، بتربط ما بين السنس اورجانز والبرين. ولو قال لك ما بين السنس اورجانز والسبينال كورد برضه صح، لان الاثنين دول بيكونوا سي ان اس سنتر نيرفس سيستم. طيب كويستشن نمبر 8 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ذا نيرف امبلس از ترانسميتد. ايوه، النيرف امبلس بيمشي ازاي هنا؟ طيب دي اللي هي النيرف سيل بادي، اوكي، ودي الدندرايتس، ودي التيرمينال اربورايزيشن. حلو، احنا قلنا كان النيرف امبلس بيخش النيرف سيل ازاي؟ عن طريق الايه؟ الله ينور عليك، الدندرايتس، ويمشي بعد كده يروح لايه؟ للنيرف سيل بادي، ويمشي في الاكسون لغايه ما يوصل لفين؟ للتيرمينال اربورايزيشن اللي بيسيب منها ايه؟ اللي بيسيب منها النيرف سيل من خلال السينابس التشابك اللي هنا.
واحد يقول لي ايه التشابك ده؟ اقول لك التيرمينال اربورايزيشن بتاعت النيرف سيل دي كانت بتتحد مع الدندرايتس بتاعت النيرف سيل اللي بعدها، فبيكونوا حاجه اسمها سينابس، تشابك عصبي. اوكي، كان بيخرج من هنا يخش في الخليه اللي بعدها على طول. يبقى هنا الباس واي زد ثم واي ثم اكس كده. يبقى ندور على الاختيار زد تو واي تو اكس، يبقى الاجابه بي. كويستشن نمبر 9، النيوروجليا اللي هي الكونكتيف تيشو اللي موجوده ما بين النيرف سيلز وبعضها، مالها بقى؟ ار فاوند بتوين ذا نيرف سيلز اند بلاد كابيلاري، ار ريسبونسبل فور ايه؟ احنا قلنا ان النيوروجليا لها خمس وظائف، منهم النيوتريشن اللي مسؤول عن التغذيه. طب ليه انا اخترت دي تحديدا؟ هي البلاد دلوقتي وهو داخل النيرفس سيستم بيبقى داخل يعمل له ايه؟ بيبقى داخل يمده بالاكسجين والنيوتريشن، صح؟ حلو. مين بقى بيوصل النيوتريشن من البلاد للنيرف سيلز؟ الانترميديت اللي ما بين النيوروجليا اللي هو الكونكتيف تيشو، يبقى الوظيفه هنا نيوتريشن. طيب كويشن نمبر 10، هاو فار ار ذيس ستيتمنتس كوريكت، يعني صح ولا غلط؟ النيرف سيلز هاف ذا ابيليتي تو ديفايد، ده بدايه القصيده كفر. لا طبعا، لا فيها سنتروسوم ولا فيها سنتريولز، يبقى ديفايد ازاي؟ يبقى الاجابه دي غلط. They compensate the cut part in the axon of the nerve cells. النص الثاني صح. واحد هيقول لي ازاي؟ اقول لك الجزء الاولاني قلنا ما بتعملش ديفيجن وخلصنا منها. طب النص الثاني بتكمبنسيت الكات بارت ان ذا اكسون اوف ذا نيرف سيلز ازاي؟ مش احنا قلنا في عندنا النيوروجليا، صح؟ ودي بتكان ديفايد، فكانت بتساعد انها تعمل ايه؟ ريجنريشن للكات بارت في الاكسونز. اوكي، لكن النيرف سيل نفسها ما بتقدرش تعمل ده، لكن اللي بيساعدها ايه؟ النيوروجليا. يبقى الاجابه الاخيره اللي هي دي، ذا فيرست ستيتمنت از رونج اند ذا سكند از كوريكت، يبقى هي دي. كويستشن نمبر 11، لك ويتش اوف ذا فولوينج وود يو اكسبكت تو بي ابسنت افتر ذا نيورون اكزيرتنج ا هاي اكتيفيتي، يعني ايه؟ يعني انا النيورون عمل نشاط عالي جدا، ايه اللي هيختفي منه بعد النشاط ده؟ طبعا هو عشان يعمل نشاط عالي جدا فمحتاج ايه؟ محتاج انرجي. محتاج انرجي هجيبها منين؟ من الفود، والفود دي كانت موجوده في النيرف سيلز في صوره ايه؟ جرانيولز، اسمها ايه؟ نيسلز جرانيولز. طب عمل نشاط عالي هيحرق النيسلز جرانيولز عشان يطلع منها انرجي، اذا مش هتبقى موجود، يبقى اللي مش هيبقى موجود هي النيسلز جرانيول. طيب كويستشن نمبر 12، بيقول لك ايه فكت از اوكيرد تو ذا اكسون، يعني ايه حصل قطع هنا كده عند مكان السهم ده اوف ذا نيرف سيلز ات ذا ار بوزيشن، What do you expect to happen؟ هيحصل ايه؟ حصل قطع، يعني ده اتفصلت عن ده، هيحصل ايه؟ واحد يقول لي هيموت، ما هو ما بيحصلوش ديفيجن، اقول له استنى بس. السيل بادي ده اللي ما بيحصلوش ديفيجن، لان ما فيش فيها سنتروسوم ولا فيها ايه؟ سنتريولز. وبالتالي ده لو حصل فيه اي قطع مات النيرف سيل، خلاص مش موجود. لكن القطع ما دام يحصل في الاكسون كان بيريجنريتد. ازاي؟ يبقى لو قطع ده هنا كده السيل نفسها هتكون الاكسون، لكن لو حصل قطع هنا مفيش حاجه هتتكون، خلاص مات. يبقى هنا ايه اللي هيحصل؟ بارت A اللي هو ده اللي هو الجزء بتاع الاكسون اتقطع، والديجنريت خلاص هيسافر، اند ات مي بي ريجنريتد باي بارت B، يعني بارت B ممكن يكونه تاني. يبقى فهمت؟ على حسب القطع، القطع لو جه هنا B يكون الاي تاني، لكن لو القطع جه هنا شكرا. يبقى هنا الاجابه C. question number 13، بيقول لك the opposite graph illustrates the speed of the nerve impulse transmission through two axon of two nerve cells that were exposed to the same stimulus. We can conclude that، يعني الاثنين دول تعرضوا لنفس الاستيمولس، بس السبيد بتاعت النيرف امبلس في الاكسون ده مختلف عن السبيد ده، مين الاسرع؟ نشوف ده الريسبونس اوف ستيمولس وده التايم. الاسرع اللي هياخد وقت اقل، يعني ايه ده الاسرع؟ مور رابيد، والبي ده خد وقت اكتر. اوكي، يعني لو دي مثلا عند دقيقه ده عند 3 دقائق، يبقى انا ده اسرع في الريسبونس عن ده، وبالتالي النيرف امبلس مشي في الاكسون ايه اسرع من الاكسون بي. طب ليه؟ تتوقع ليه؟ احنا قلنا ايه اللي كان بيتحكم في سرعه النيرف امبلس جوه الاكسون؟ برافو عليكم، المايلين شيز. يبقى بما انه اسرع في ايه يبقى ده في مايلين شيز. طب في بي يبقى ما فيهوش مايلين شيز او في اجزاء منه مفقوده. تمام، يبقى هنا الكيرف A represents a myelinated axon زي ما احنا لسه قايلين، and curve B represents a non-myelinated axon. question number 14،
مالتيبل سكليروزيس از ان اوتو اميون ديزيز، يا ساتر، اللي هو مرض المناعه الذاتي اللي المناعه بتهاجم جزء من الجسم. اوكي، ذات افكت ذا نيرفس سيستم، يبقى هنا المناعه بتهاجم ايه؟ النيرفس سيستم. وير از ذا اميون سيستم، ايوه، ديستروي شوان سيلز. وات داز ذيس ديزيز كوز؟ الشوان سيل اللي كانت مسؤوله عن الفورميشن اوف مايلين لاير. طب المناعه هاجمت الشوان سيل ودمرتها، يبقى مفيش مايلين لاير، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل ديلي في النيرف امبلس، بطء في النيرف امبلس، يبقى هيحصل ايه؟ A decrease in the speed of nerve impulse. برافو عليك. Question number 15. During the dissection، يعني ايه؟ اثناء الجراحة of the human body، a structure in the nervous system whose length is more than 95 سنتيمتر، يعني طوله 95 سنتي، was found. يعني انا بعمل جراحة الانسان لقيت فيه جزء طوله 95 سنتيمتر تقريبا. This extension may be ايه؟ ايوه، على حسب الاختيارات، ما خلي بالك ممكن يكون حاجات كتير، بس على حسب الاختيارات اللي هديها لي هنا اختار الاجابة الصح. نيرف سيل بادي؟ لا، ده النيرف سيل بادي صغير. اجليال سيلز؟ لا. دندرايتس اوف نيرف سيلز، دي تشعبات قصيرة بس كتير. ذا اكسون اوف نيرف سيل، ايوه، ده اللي طوله بيوصل لمتر في بعض الاوقات، يبقى هي دي الاجابة الصح. Question number 16. Like how far are this statement is correct؟ يعني صح ولا غلط؟ النيوروجليا اللي هي الخلايا اللي بتبقى ما بين الايه؟ النيرف سيلز. Are considered from the component of the nervous tissue. مظبوط، هي يعني من الكومبوننت بتاعت النيرفس تيشو. مظبوط. They contribute directly in the transmission of the nerve impulse from one place to another. هي دي غلط. يعني هي جزء من النيرفس تيشو لكن ملهاش اي علاقه بين النيرف امبلس كوميونيكيشن او ترانسميشن. تمام، يبقى الجزء الاولاني صح لكن الجزء الثاني غلط. يبقى ذا فيرست ستيتمنت از كوريكت اند ذا سكند از ايه؟ از رونج. كويستشن نمبر 17 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجرز الستريت 3 نيرف سيلز اللي هم دول هافينج ذا سيم لينث اوف اكسون. ماشي. ويتش اوف ذا فولوينج تشويسز ريبريزنت ذا ارينجمنت of these cells from the slower to faster for transmitting the nerve impulse. مين هيوصل الاسرع ومين هيوصل الابطا؟ انا عايز ارتبهم ايه؟ من الابطا للاسرع. حلو، احنا قلنا ان في مايلين شيز ده الاسرع على الاطلاق، يبقى ده رقم واحد. ده في مايلين شيز برضو بس في اجزاء مضايبة، ده هيبقى رقم اتنين. اللي مفيش فيه مايلين شيز اصلا هو ده هيكون ابطا واحد. اوكي، يبقى هنا ده الابطا، تلاتة ثم اتنين اسرع شويه ثم واحد الاسرع، يبقى الترتيب الصح هي يبقى ده الابطا على الاطلاق وهنا ده يليه في البطء ثم ده الاسرع على الاطلاق. طب لو جينا نرتبهم بقى، الابطا اللي هو ده يبقى هنا ده ترتيبه 2 ثم يليه ده اللي هو 1 ثم يليه ده اللي هو 3، يبقى دي الاجابه الصح. كويستشن نمبر 18 بيقول لك وات داز ذا نيرف ريبريزنت، ايه هو النيرف ده؟ النيرف عباره عن دندرايت اوف نيورون. يا راجل ده النيرف فيه 50 نيورون. انكفرد سلندريكال اكسون، هم مستحكرين النيرف ليه كده؟ اجروب اوف نيرف سيل بودي، لا هي اجروب اوف كوتد نيرف فايبر، يبقى هي دي اجروب اوف كوتد نيرف فايبر. طيب كده احنا خلصنا الجزء الاولاني الاختيار من المتعدد، بعد كده هنخش على الاسئله المقاليه. طيب كويستشن نمبر 1 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر، ده شكل نيورون. What is the function of the two structures 3 and 4؟ 3 دي اللي هي initial granules اللي هي النقط السوداء دي. 4 دي اللي هي الشوان شيس. اوكي، الشوان شيس او الشوان سيل. ماشي، initial granules دي considered the stored food of the nerve cell زي ما خدنا قبل كده. الشوان شيس دي شغلتها الاساسيه it forms the myelin sheath اللي هو الجزء الخارجي اللي بيبقى white lipid layer. طيب question B بيقول لك what are the cellular organelles that are not present in the structure number 1؟ structure number 1 ده اللي هو النيرف سيل بودي، ايه اللي مش موجود فيه من الاورجانيلز؟ قلناها قبل كده السنتروسوم والسنتريولز، عشان كده ما بتقدرش تعمل ديفيجن. C what is the difference between the two structure number 2 and number 5؟ 2 الدندرايتس و5 التيرمينال اربوريزيشن. طيب هناخدهم. الدندرايتس اللوكيشن، اول اختلاف ما بينهم اللوكيشن. الدندرايتس كونكت تو ذا نيورون بودي، لازق في النيورون بودي فوق، لكن التيرمينال اربورايزيشن كونكت تو ذا اكسون، ده اول اختلاف. طب تاني اختلاف ايه؟ الفانكشن.
الدندرايتس increase the nervous surface area that receive the nerve impulse وبعد كده and transfer most of nerve impulse to enter the nervous cell body. يبقى شغلتها الأساسية الاستقبال، بتستقبل النيرفس سيل بادي وبتزود السيرفيس اريا. طيب لكن التيرمينال اربورايزيشن ترانسبورت ذا نيرف امبلس اواي فروم ذا نيرف سيل، اوكي، ثرو ايه سينابس اللي هو ايه التشابك العصبي اللي بيبقى موجود هنا. التيرمينال اربورايزيشن مع الدندرايتس بتاعت النيرف سيل اللي بعدها. كويشن نمبر 2، لا كومبير بتوين السنسوري نيورونز اند الموتور نيورونز. ببساطه جدا الفانكشن السنسوري نيورونز ترانسفير النيرف امبلس فروم الريسبتور اورجانز تو ايه سي ان اس سنترال نيرف سيستم، لكن الموتور نيورون العكس ترانسفير النيرف امبلس فروم سي ان اس تو ريسبونسنج اورجانز. كويشن نمبر 3، ذا ديفرنت تايبس اوف نيرف سيل ترانسميت ديفرنت تايبس اوف نيرف امبلس، هاو فار ذيس ستيتمنت از كوريكت. لا طبعا كل النيرف سيلز بتستقبل وبترسل نفس النيرف امبلس، يبقى الاجابه غلط. يقول لك all of them transfer the same nerve impulse but from and to different places، يعني الاختلاف ما بينهم هينقل النيرف امبلس دي منين لفين، انما هم كلهم بيتعاملوا في نفس النيرف امبلس. طب question number 4 بيقول لك what happen in case of the absence of neuroglia from the component of the nervous tissue. لا ده انا عندي النيوروجليا دي لها 5 وظائف اللي اختصرناهم باسم ايه سينك، لو مش موجوده هفقد الخمس وظائف دول، هفقد السبورت اللي هيحصل للنيرف سيل، هفقد الانسوليتور اللي بيفصل ما بين النيرف سيلز وبعضها وبالتالي هيمنع الانترفير ما بين النيرف امبلس، هفصل السورس اوف نيوتريشن، اوكي هيبقى مش موجود عندي سورس اوف نيوتريشن بعد ما النيسلز الجرانيولز تخلص، هفقد الكومبنسيشن اللي بيحصل لما بيحصل ايه كات، فده بيعمل بيساعد انه بيعمل ريجينريشن للكات اريا لانه عنده القدره انه يحصل له ديفيجن، هفقد الكونكتور اللي هو بيكونكت النيرف فايبرز مع بعضها، قلنا شكل بالظبط الافيز اللي بيربط النيرف فايبرز ببعضها، يبقى هفقد 5 وظائف مهمين جدا بتساعد في النيرف تيشو. كويستشن نمبر 5 بيقول لك جيف ريزون 4 اون ذا اوكيرنس اوف ان انجري ان ذا نيرفس سنتر، اوكي ات كان بي هيلد although the neurons are unable to divide، يعني ايه لما بيحصل انجري او جرح في النيرفس سيستم اوكي ممكن يلتئم بالرغم ان النيرفس سيل نفسها ما عندهاش القدره انها تديفايد. اقول لك اه due to the presence of neuroglia، لسه قايلها من شويه، واحده من الوظائف المهمه جدا اللي هي الجليال سيلز in the component of nervous tissue which repair and compensate the injured part of some neurons because يبقى its ability to divide، يبقى هي بتساعد في الريكفري او بتساعد في الريجينريشن لان عندها القدره تو ديفايد. طيب كويستشن نمبر 6 بيقول لك كومبير بتوين النيرف سيل اند نيوروجليا اكوردنج تو الفانكشن والديفيجن. طيب النيرف سيل الفانكشن بتاعتها ترانسفير النيرف امبلس تو اند فروم السي ان اس اللي هو السنترال نيرف سيستم، اوكي شغلتها بتنقل النيرف امبلس يا اما للسي ان اس يا اما من السي ان اس للاورجانز، لكن النيوروجليا ليها 5 وظائف اللي كنا بنقول عليهم سينك سبورت انسيوليتنج نيوتريشن كومبنسيتور كونكتور، اتكلمنا عليهم بالتفصيل قبل كده وده الاختلاف في الوظيفه بتاعت كل واحد فيهم. طب الديفيجن القدره على الانقسام، هنا النيرف سيل انيبل تو ديفايد لكن النيوروجليا able to divide، عشان كده بتساعد في الريجينريشن او الريكفري بتاعت الانجيرد بارت اوف ايه اوف نيرف سيلز. طيب كويشن نمبر 7 بيقول لك ذا رول اوف ايتش اوف ذا كونكتور نيورونز اند جليال سيلز از ديفرنت ان بيرفورمينج ذا فانكشن اوف كونكشن. الكونكتور نيورنج بيعمل كونكشن، اوكي، والجليال سيلز بتعمل كونكشن بس شتان ما بين الكونكشن ده والكونكشن ده. الكونكتور نيورون اللي هي كان بيلينك بتوين السنسوري نيورون والموتور نيورون، فده كانت وظيفه الكونكشن لينك ما بين تو نيورونز، اوكي، لكن الجليال سيل كونكت ذا نيرف فايبرز توجذر تو فورم نيرف باندل، يبقى نوع الكونكشن هنا مختلف او طريقته مختلفه. وكده الحمد لله نكون خلصنا حل الاسئله على الجزء الاولاني من السنسيشن المان وهو النيرفس تيشو ستراكشر. شكرا لكم ونتقابل الدرس الجاي ان شاء الله نكمل السنسيشن ان مان